أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران
بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إن الله اصطفى والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقال
قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.